أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تختتم اليوم بمعرض طرابلس الدولي فعاليات معرض مسارات تحت شعار رواد الحياة. المعرض الذي نظمه اتحاد طلبة جامعة طرابلس وبرعاية قناة النبأ إعلاميا، حيث تضمن المعرض محاضرات وورش عمل للتعريف بالمهن والوظائف والمؤسسات التعليمية وما يساعد الشباب على الاندماج في سوق العمل وعرض مجموعة من المشاريع الريادية الناشئة. وللحديث أكثر عن ختام أو اختتام هذا المعرض معنا مراسلنا من هناك محمد جراطم. محمد، لو تحدثنا أكثر التفاصيل أو تضعنا في الصورة هناك في اليوم الختامي لمعرض رواد الحياة. بدأ هذا المعرض اليوم من شباب وطلبة جامعة طرابلس، أيضا من أهالي مدينة طرابلس والبعض الآخر يعني يأتون من خارج المدينة، إقبال كبير جدا. نحن الآن في الساعات الأخيرة من المعرض، ولكن مع ذلك لا زال تدفق يعني ضيوف وزوار هذا المعرض لا زال كبيرا جدا. يعني اليوم تناولنا منذ الصباح يعني تغطية هذا المهرجان وهذا المعرض، وتحدثنا بالتفصيل في نشرات سابقة عن هذا المعرض وأجنحته والأحداث التي تجري. في هذه الفقرة يعني نتناول تغطية قناة النبأ ويعني رعايتها لهذا المهرجان والمعرض إعلاميا. ننتقل معنا الزميل علي عبد الله مقدم نشرة أخبار وأحد إعلاميين ليحدثنا أكثر عن مشاركته في هذا المعرض. بداية علي، يعني كيف رأيت المعرض اليوم؟ طبعا الإقبال كان كبير بصراحة، خالف كل التوقعات، لأن كان هناك دعوة إلى عصيان مدني في بداية هذا الأسبوع، ولكن الآن الساعة 6:30 مساء الإقبال كبير، خاصة على جناح قناة النبأ في معرض طرابلس الدولي، إقبال يقدر بالآلاف الحقيقة. كان إقبال كبير خلال الأيام الماضية، واليوم اليوم ختامي كان إقبال أكبر من الأيام الأولى. يعني شهدنا يعني معرض او جناح قناة النبأ الرعي الداتيني والاعلامي لهذا المعرض، ما هذا يعني ما الهدف من هذا الجناح بالنسبة لكم في القناة؟ طبعا الهدف هو تعريف كل زوار هذا المعرض بقناة النبأ، بحجم قناة النبأ، بالرسالة الاعلامية للقناة من خلال مجموعة من المعلومات. طبعا الزائر يأتي هنا وربما يتساءل من خلال وجود بعض من هم قيمين على هذا الجناح عن بعض ربما التساؤلات التي يطرحها. طبعا التعريف كان أكثر شيء أن قناة النبأ هي أكبر قناة ليبية أنتجت مواجيز وأخبار خلال فترة قصيرة، أنتجت أكثر من 17,000 نشرة إخبارية موجز خلال 3 سنوات فقط. هذا أول شيء. ثاني شيء أن النبأ طبعا حطمت الرقم القياسي في ساعات البث المباشر، وذلك بتجاوزها 16 شاشة خلال بث مباشر في لحظة واحدة، وهذا رقم غير مسبوق بالنسبة للقنوات الليبية عامة. أيضا تعريف بالبرامج التي تقدمها قناة النبأ، هي أبرزها برنامج بنغازي اليوم وبرنامج السابعة وبرنامج تغطية خاصة، برنامج رأي عام أيضا، وبعض البرامج الأخرى. طبعا هناك شيء آخر أيضا، نعرف كل من يزور هذا الجناح بأن النبأ هي أكبر قناة ليبية من خلال بعض الأرقام والمعطيات والمقاييس، وأكثر قناة ليبية قدمت تغطيات مباشرة تجاوزت حتى 12 ساعة متواصلة. علي عبد الله، شكرا لك. يعني رأينا اليوم منذ انطلاق المهرجان تعاطي الحضور مع جميع أجنحة المعرض وجناح النبأ بصفة خاصة. كان هناك يعني تواجد لعدد من إعلاميين طول فترة هذا المهرجان، من إعلاميين طاقم قناة النبأ، مقدمي البرامج، أيضا الإعلامي صفوان بوسامين كان له دورة عن كيفية إعداد تقرير بالنقال المحمول التي كان لها يعني صدى في هذا المهرجان. أيضا شاركنا يعني على فترة متواصلة في إيصال ما يحدث هنا في المهرجان. ينضم معي أيضا محمد الشباني، وهو يعني إعلامي من قناة النبأ مقدم نشرة أخبار، هو أيضا اليوم في المهرجان ليشارك يعني كأحد الحضور
هنا في المهرجان. يعني بداية محمد، كيف رأيت المهرجان والحضور، وخاصة أنك كنت يعني قبل قليل في نشرة الرابعة تنقل هذا المهرجان على شاشة النبأ؟ نعم محمد، أنا كنت في نشرة الرابعة نشرة، حقيقة العديد من المشاركات في معرض مسارات 2030. هناك العديد من الكليات، هناك العديد من المؤسسات. لما كنا نعلم أن الحضور سيكون بهذا القدر، حقيقة العديد من الطلاب، العديد من أولياء الأمور، العديد من العائلات يتجولون في هذا المعرض. المعرض كان برعاية قناة نبأ الفضائية. حقيقة المعرض أشني في اليوم الختامي له، ونتمنى أن يكون مزيد أو أن تكون المزيد من المعارض في العاصمة طرابلس، ونتمنى التوفيق للطلاب ولطلاب جامعة طرابلس. زميلي محمد شكرا لك. يعني كما قلنا، معرض أعداد كبيرة جدا في هذا المعرض. هذه الأعداد يعني جاءت تتوافد، بالرغم من أنه هو اليوم ختامي لهذا المعرض. سنترك الشاي يعني الكاميرا تتجول في المعرض لتريكم يعني الكم الكبير من يعني المحاضرين اليوم. شباب كما شاهدتم ميس والسادة المشاهدين، حضور كبير جدا بالرغم من أننا في الساعات الأخيرة من معرض مسارات، حضور كبير جدا ومن جميع الفئات السنية. المعرض لم تكن له فئة سنية محددة، طلبة في جامعة طرابلس وجامعات أخرى، وأيضا فئة سنية من الأطفال ومن كما تشاهدون يعني الأمام، فئة من الأطفال وفئة من الشباب وفئة من كبار العمر. معرض كبير جدا، والكثير من الحضور يتمنون أو كما تحدثنا إليهم يتمنون أن المعرض يمتد لمدة أكثر من هذه المدة المخصصة حتى يعني تعم الاستفادة على أكمل وجه. أعود إليك ميس.